أهلا بكم كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وهذه التغطية الخاصة. تفاصيل مؤلمة بنتابعها مع حضراتكم في قضية الابتزاز الإلكتروني. يمكن أمس تابعنا مع حضراتكم كل التفاصيل والتطورات الجديدة في قضية بسنت خالد وأختها نيرة خالد، اللي حاولت أيضا الانتحار بنفس طريقة أختها عن طريق حبة الغلال السامة. لكن اليوم احنا هنتابع تفاصيل جديدة في قضية الطالبة هايدي، أيضا ضحية الابتزاز الإلكتروني لكن بالشرقية، اللي انتصر القضاء لحقها خلال الأيام القليلة الماضية. طيب خلونا نشوف مع حضراتكم هذا الفيديو ونشوف أسرة هايدي قالت إيه بعد إصدار الحكم، ونرجع مرة أخرى لحضراتكم. تقرير الطب الشرعي حسب قرار النيابة، الواقعة كلها قيد النيابة. معانا والدة الطالبة وشقيقتها، وإحنا قدام منزلهم الآن بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية. هنتعرف على والدتها ونسمع منها إيه الحكاية. عرفيني بنفسك. محمد. علي صوتك معلش. انا اسمي منى محمد، ام نرمين، الكل عارفني بام نرمين. اهلا بيكي. اهلا. قولي لي حكايه بنتك اسمها ايه؟ بنت اسمها هايدي شحت. قولي لي حكايتها ايه؟ في اولى تجار. قولي لي حكايتها ايه بعد اذنك؟ في حكايتها ان احنا ناس محترمين وفي حالنا، وحصل مشاكل وخلافات بينا وبين جيراننا زي اي مشاكل. واجي جيراننا ادوا صور بنتي لولدين في صن قرايبهم، واحد اسمه اسلام شاكر وواحد اسمه محمد علي عصفوره. اتفضل. عملوا الصور لبنتي ونشروها، واجوا بعد كده يهددونا بالصور دي. اول ما قالوا عايزين 2000 جنيه، ورجعوا تاني قالوا تنفذ اللي احنا عايزينه. عايزين ايه؟ عايزين بنتي ما تاخدش درس، عايزين بنتي ما تطلعش من البيت. قعدت بنتي فتره من الدرس، قعدت فترة ما تطلعش من البيت، وبعدين راحت المدرسة، وبعدين راحت الدرس، وبعدين صلحنا امها زي ما هم عايزين، وما فيش فايدة برضو. بهددونا والتهديد شغال، لغاية ما اجانا واحد من اللي بعت لنا واحد من الأردن جارنا، قال في صفحة معمولة وصور هايدة عليها، والصفحة اسمها دودي دي أنا، وصورة أبوها عليها. هو رن على رقمه وبعدين رن على رقم اختها. هو باباها موجود هنا ولا في مسافر؟ باباها يعني كان شغال ولسه يجي النهارده. يعني هو موجود في الشاف هنا في مصر؟ موجود يعني في مصر ولسه شغال. كان شغال بعيد عنكم يعني؟ اه. طب اتفضلي. لقيت الصفحه بس قال لها انقفلت، قفلوها، بيفتحوها وبيقفلوها، واللي بيبعت طلب صداقه بيروحوا فاتحينها له ومارينه صور بنت اللي هم عاملينها. طيب انا هاجي لك دلوقتي، قولي لي طيب ايه اللي تم، يعني ايه اللي استدعى ان بنتك بنتي سمعت الكلام اللي جارنا قاله امبارح، اول امبارح لما رن على اختها. سمعت الكلام. انتوا ما كنتوش معرفينها حاجه اصلا؟ لا ما ولا معرفين لها الصور ولا حاجه؟ لا كانت عارفه، وانا قلت لها الموضوع هدي وخلاص، واحنا اصطلحنا، ودكم رايحين جايين يلقحوا علينا كلام ويشتموا فينا بالفاظ مش حلوه والفاظ ما تنقلش اساسا. هم جيرانكم هنا في القريه؟ هم جيراننا. اه. طيب اتفضلي كملي. وبعدين اجت راحت المدرسه امبارح وما قالتش حاجه، اجت بقى راحت خدت الحبايه بنت عمتها، قالت هايدا خدت حبايه غله، ورنت عليا اختها كانت في مش كانت هنا كانت في الدرس، قالت لي رباب رنت عليا قالت هايدا خدت حبايه غله وعماله تعيط. اخدتها فين؟ اخدتها في البيت. هنا في البيت عندكم؟ اه. اخدتها امتى يعني، الظهر مثلا ولا؟ اخدتها الظهر بعد ما اجت من المدرسه. اه. وكان وراها درس امبارح كان المفروض تمتحن ترجع. نعم. بس بنتي زهقت. يا عم اشرف. مراقبنا في كل حاجه. لان هم جانب منا على طول، ورانا على طول. يعني هو مش بيخلونا نمشي من الشارع اللي هم قاعدين فيه، اللي هو الشارع ده اساسا بتاعنا. مش مخلينا نفتح شباك نبص منه. كل كلامهم تهديد لينا. وتقول لي والله زي ما عملت في ديك في دي انا هعمل في ديك. طيب قولي لي يعني قولي لي تمت ازاي عمليه ان اخذت الحبايه، ايه اللي تم بعدها؟ انت ما عرفتيش؟ لا ناس مش جيراننا، جيراننا ناس من العزبه جابوها المستشفى، وانا كنت شغاله في المستشفى اساسا.
موظفة في المطبخ. وبعدين ناس جيراننا جابوها لما اختها رنت عليا، فانا جيت جاري هم قبلونا بقى السكه. ودوها المستشفى عملوا لها اسعافات، وبعدين خدوها وطلعوا على الزجاجيج، وانا خدوني جايه من النيابه الساعه 2 بالليل. تحيات يعني، قلتي طبعا كل حاجه في النيابه. طيب ربنا ربي يعني. ورجعوا بها من السكه، بنتي ماتت في السكه، وجابوها المستشفى بتاع زنانيري هنا، وكل اللي انا عايزاه من الناس حق بنتي ما يضيعش ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. لان كان في مشاكل بيننا وبينها قبل كده برضو، وانا حكيت لناس من العزبه من هنا ومش جابوا لي حق ولا حق عيالي. ان شاء الله باذن الله يعني اصبح الامر قيد النيابه. وإن كان يرضى اي حد ان يحصل لبنته كده خلاص. انا بطمنك طالما الموضوع وصل للنيابه، النيابه هي السلطه التي يعني تحق الحق، وباذن الله كل شيء يعني يوصل صح وياخد حق بنتك باذن الله. النيابه العامه ان شاء الله باذن الله حقك يجي وزايد كمان باذن الله ان شاء الله. انا عايزه حق بنتي، مش عايزه اكتر من حق بنتي. ان شاء الله باذن الله. عرفيني يا بنفسي. انا نرمين شحته. نرمين شحته اختها. انت اختها الكبيره ولا الصغيره؟ قولي لي ايه القصه يا نرمين. هو كان في خلافات عاديه زي بتحصل من اي جيران عادي. هي كانت بتضرب اختي الصغيره على طول، كل ما بتشوفها في الشارع كانت بتضربها. علي صوتك شويه يا نرمين. هي كانت كل ما بتشوف اختي الصغيره في الشارع كانت بتضربها. احنا ما كناش بنتكلم، كنا بنقول ان هو جيران وهنرجع نتفضح عادي. بعد عليه وفبركوا اختي صور وابتزونا في الاول، وكنا هنعمل محضر. قولي لي ابتزوكوا ازاي؟ ابتزونا في الاول، عايزين فلوس وعايزين اختي تتحبس في البيت، مش عايزينها تخرج ولا عايزينها تروح دراسه ولا ما تروحش. طب ليه؟ غل. احنا مش في حاجه، احنا اللي مربينهم عيالهم اصلا، مش عايزينهم. طب قولي لي قولي لي يعني اختك اتأثرت ازاي وايه اللي تعب اختي؟ كانت نفسيتها متدمره. ليه بقى؟ من اللي حصل نفسيتها كانت متدمره، لا كانت بتخرج ولا كانت بتشوف حد ولا كانت بتتكلم مع حد. اخر كلام كان بينك وبينها ايه؟ اخر كلام بيني وبينها لما رنت عليا عشان تاخد رقم صاحبتها لما كنت في الدرس. بعدها بقل من ساعه لقيت بنت عمتي بتقول لي اختك بتموت. يعني اخر كلام كان بينك قبلها بساعه؟ عمري. كلمتك وهي تعبانه؟ كلمتك؟ لا كانت كويسه، ما كانتش لسه راحت. ما قالت لك اخر حاجه؟ قالت لك ايه يعني؟ اخر حاجه قالت لي انا عايزه رقم صاحبتي، عايزه امدهولها يعني. وبعدها بشويه لقيت بنت عمتي بتقول لي اختك كانت حبايه غلط. ربنا يرحمها ان شاء الله. انا قدمت كل الادله والاثباتات اللي ادينهم للنيابه وقبض اهليه، واتنين هربانين في القاهره. احنا عايزينهم يجوا. هيجوا ان شاء الله باذن الله. انا عايزه حق اختي، والله ما عايزه اكتر من كده. باذن الله حق اختي. حق اختك هيجي ان شاء الله. مش عايزه عمرها يروح حضر، ده لسه 15 سنه لا راحت ولا جت ولا عملت اي حاجه، عمرها ما عايزه تعدي. شايف سنك ايه؟ حنان عبد الله السيد. قولي لي انت قريبتهم ولا جيرانهم من نفس الشارع؟ في الشارع. طيب قولي لي قولي لي ايه اللي تعرفيه عن القصه؟ اول ما عزه انا قاعده على سلمنا، عزه جابت التليفون وجالت لي صور هايده اهي. نعم. ليه كده يا هايده؟ جالت بعتت لي من حد. يعني زي ما شفنا مع حضراتكم في الفيديو، شيء صعب جدا وشيء قاسي، انه زي ما شفنا بداية القصة كانت خلاف عادي، جرد خلاف بين سيدتين، بين والدة هايدي وبين جارتها، وتطور الأمر انه ابنة جارتها يعني استطاعت انها تتحصل على بعض الصور لهايدي، بما انها يعني كانوا جيران وكان لهم بعض الصور، وتم اعطاء الصور لشابين وقاموا بفبركة الصور ونشرها على كل مواقع التواصل الاجتماعي. ويقوم احد الأقارب من دولة من الأردن بالتواصل معهم ويخبرهم بانتشار هذه الصور الخادشة للحياة. تفاصيل مزعجة جدا. خليني أقول لحضراتكم أنه أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية حكمها على المتهمين الخمسة في واقعة انتحار الطفلة هايدي ضحية الابتزاز الإلكتروني، وكان بمعاقبة المتهمة الأولى جارتهم بالسجن لمدة 6 سنوات، والمتهمتين الثانية والثالثة نجلتي المتهمة الأولى بالسجن لمدة 10 سنوات، والمتهمين الرابع والخامس المتهمين الرابع والخامس في القضية بالسجن لمدة 6 سنوات. وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية طلق اختارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بيفيد
بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول هايدي ذات 16 عاما مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، وذلك طبعا بعد تناولها قرص حبة الغلال. وهي يعني حبة الغلال، عشان اللي مش عارف هذه الحبة أو ممكن يكون مستغرب الاسم، هو من الأقراص اللي بتستخدم في حفظ حبوب الغلال. وقررت النيابة العامة بمركز أولاد صقر انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفية لبيان سبب الوفاة والوقوف على أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن. يمكن هذه القضية يعني كانت على نفس خطى قضية بسنت خالد، وتشابه يعني التفاصيل نوعا ما، وتشابه للأسف يعني النهاية هو حصول الضحيتين في الواقعتين المختلفتين على حبة الغلال. لكن يمكن هذه المرة في قضية هايدي يعني تم القبض على الجناة سريعا واتخاذ كل الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة. المفاجأة الواردة في التحقيقات وسبب السبب يعني اللي الوفاة، تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة زي ما قلت لكم جارة المجني عليها وابنتيها وشابين آخرين، وتم إجراء ضبطهم الخمسة، ووجهت يعني جهات التحقيق للمتهمين الخمسة تهمتي الابتزاز الإلكتروني وأيضا التهديد وترهيب الضحية بنشر هذه الصور الخادشة للحياء لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدائهم على طبعا حرمة حياتها الخاصة. الحقيقة أنه يعني خليني أقول لكم أنه هذه القضية هي مش بس اعتداء على حرمة حياتها الخاصة، ده اعتداء على القيم المصرية واعتداء على القيم الأسرية وعاداتنا وتقاليدنا. احنا ما تعودناش على ده، وده شيء جديد الحقيقة على المجتمع، وشهدناه بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، وهي مش الواقعة الأولى من نوعها، ولأن احنا بنشهده على مدار الفترة الأخيرة، بس إن شاء الله بنأمل أنها تكون الواقعة الأخيرة إن شاء الله. التحقيقات بتقول إنه أقامت جهات التحقيق الدليل قبل المتهمين من شهادة 8 شهود، ومنهم والدة الطفلة المجني عليها وشقيقتها وبعض أقاربها وصديقة مقربة لها، واللي توصلت التحقيقات معهم لنشوب خلاف زي ما قلنا بين والدة الطفلة وبين جارتها وابنتي جارتها، وتطور الأمر في الآخر لنشر هذه الصور الخادشة للحياة ويعني المنسوبة للضحية. وطبعا هم قاموا بتهديد والدتها بنشر الصور، ده كان في محاولة لإجبارها على الاعتذار لها، ورغم أنه والدة هايدي يعني امتثلت لطلبهم واعتذرت لجارتها اللي حدث بينهم هذا الخلاف، لكن فوجئوا الأهل، أهل المجني عليها، بانتشار تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ليقوم يعني أحد أقاربهم المقيم في الأردن بإخبارهم بنشر هذه الصور. وطبعا لما علمت هايدي ضحية بذلك طبعا يعني أقدمت على التخلص من حياتها بالطريقة اللي قلناها لحضراتكم اللي شفناها الفترة الأخيرة عن طريق أخذ حبة الغلال. بالتأكيد التفاصيل مؤلمة جدا وشيء مؤسف وقاسي وشيء محزن الحقيقة. كانت كاميرا اليوم السابع كانت متواجدة مع والدة ضحية وشقيقتها، وكانوا موجودين معهم في المقابر بعد إصدار الحكم، وعبروا طبعا عن حزنهم الشديد عن اللي حصل يعني واللي حدث مع هايدي، وكأن الحكم يعني حكم المحكمة طبعا أثلج صدورهم بعض الشيء. وبفرحة كبيرة وعودة البسمة للوجوه تحدثت أيضا نرمين شقيقة هايدي بعد الحكم على المتهمين، وقالت الحمد لله الحكم كان كويس وكان عادل، وأنا يعني مش عارفة أتكلم من الفرحة بالحكم على المتهمين اللي كانوا سبب في ضرر كبير لأختي، ومهما حصل أختي مش هترجع، لكن الحكم ريح القلب شوية، وإحنا ما عملناش عزا لحد دلوقتي، والنهاردة هنبتدي ناخد العزا في أختي بعد الحكم الحمد لله. ده التصريح اللي قالته نرمين شقيقة الضحية هايدي في قضية الابتزاز الإلكتروني. وقال أحمد الأحمدي محامي الأسرة يعني
طلبوا اليوم السابع ان هم بيهنئوا الشعب المصري باكمله واسره الطالبه الضحيه بصدور هذا الحكم الرادع للمتهمين، وكان الجميع على ثقه تامه في القضاء المصري الرادع، وناشد المشرع المصري بضروره تشديد العقاب اكثر من ذلك في تلك القضايا ليكون يعني رادع لمن سواه. إلى هنا نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية التغطية، وخصصناها معكم عن كل التطورات في قضية الطالبة هايدي ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية. كل الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، وانتظرونا في مزيد من التغطيات على مدار اليوم. إلى اللقاء.